هذه حتى من باب خالف تشهر يعني. والأمر في ساعة، لأن الخطبة العيد هي أساسا كل ليست واجبة، حتى لو إنسان صلى العيد ومشي على حاله وما عاد يدور حد صلاة صحيحة وأتى بالسنة. والخطبة هي سنة مستحبة للإمام أن يعظ الناس ويبصرهم بالسنن وبتطبيقها، وأولى بهذا الإمام أن يعني يبين لهم السنن على وجه الصحيح، سواء السنن في وقوفهم في الصلاة بطريقة صحيحة أو في خطبة الجمعة بماذا تفتح وبماذا تختم وجلوس اللي فيها. خطبة الجمعة هي عند جمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة هي مثل خطبة العيد، هي مثل خطبة الجمعة تماما، فيها خطبة أولى وخطبة ثانية، هذا ما عليه جمهور أهل العلم والأمة. ولكن خرجت جماعة الآن يخرجون بأشياء من باب خالف تشهر، يعني يبدأون خطبة العيد بالتكبير ولا يبدأونها بالحمد، يبدأون خطبة العيد يعني بالحمد ولا يبدأونها بالتكبير مثل خطبة الجمعة، ولا يجلسون فيها ويحدثون أشياء أخرى. هناك من العلم من قال بها، ولكن هي مخالفة لجمهور العلم والأئمة الأربعة، ومخالفة أيضا لما تعرف عليه الناس، هذا من باب خالف تشهر. فأنت لو أتيت بقول من أهل العلم يعني هو منكر عند جميع الناس، هذا أقول لك صحيح، حتى لو أردت أن تغير حال المجتمع وما تعرف عليه فهذا من حقك ومن واجب عليك أن تفعل ذلك. لكن جمهور العلم والأئمة الأربعة يقولون بما عليه عرف الناس، فأنت تأتي تخالف جمهور العلم والأئمة الأربعة وتخالف أيضا أعراف الناس، لذاتي لهم بشيء جيد ترى أنه علم أتيت به من عندك، وهو يعني في هذا المحل وفي هذا السياق لا يعد صاحبه ممن وفقه الله ولا ممن فقهه في الدين، بل هو ليثير النزعات والشقاق والخلاف، وليس هذا هو دأب العلماء.